السلام عليكم أصدقاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. هذا رأي دار ليكم باش تعلموا تنتوما. شوف شي وحدين الله يهديهم اشنو تيبغيو يديروا، تيديروا لك واحد الإشعار أو رسالة مخادعة على القنوات، تيصيفطها لك على أساس أنه هو يوتيوب، باش منين تدخل أنت وتدخل المعلومات ديالك يدي لك أخويا الكونت ديالك. إذا الحاجة اللي غادي نوصيك، عمرك ما تثق في شي واحد. مثلا هذه اليوتيوب تيصيفط لنا هاد البريه، تيقول لك اشعار بخصوص رسائل البريد الالكترونيه المخادعه المراسله من قنوات تنتحل شخصيه اليوتيوب. اذا كاين شي قنوات شي بلغه اخرى شي مقلقين الله يهديهم، تيبغيو يسرقوا القنوات ديال الناس وتيسحبوا مرا كلشي بحال وراه كاين اللي رد باله وكاين مسكين اللي ما عمرك تكليكي على شي حاجه الا ما كنتيش عارف. اذا الصباح تلقينا مؤخرا تقرير على رسائل البريد الالكترونيه من اليوتيوب من بعض المنشئين محتوى الاجانب، واردنا اطلاعهم على المحتوى. اذا هنايا لقطه ديال الشاشه ديال شي واحد بغى يسرق شي شين ديال شي واحد لاباس عليه، يعني شي واحد عنده مثل القرصانه. اذا تيصابوا واحد لاباج كما كتشوفوا، تيصابوها بحال اليوتيوب، وتيديروا بانه راه صيفط المرسل العنوان كذا، هادي بان راه يوتيوب صيفطات لك هادشي. دائما فين كنشوفوا نو ريبلاي يوتيوب كذا، هادي تلقوا راه اليوتيوب اللي صيفطات لك. دونك في الاخير تيعتبروا او تيحسوا بان هذا الفريق على مشكل يعمل ايجاد الحل ديال هذا المشكل، باش نتوما ما تطيحوش في المشاكل مثل هذه الصوره في البريد الالكتروني، ما تدخلوش ليها، ما تجاوبوهم، ما ديروا حتى شي حاجه. صافي، حلا شكوك بان الفيديو ديالك راه تمسح ولا شي حاجه، ادخل اولا الديسكريبسيون ديالك اللي وقع عليك ولا المونيتيزاسيون، حتى دير اكتيفيتي يعطيك واحد الرابط بحال هنا، تيقول لك ادخل ليه ودير الكود. شفتوه؟ دخل لهنا ودير الكود. انت تدخل تدير الكود اوتوماتيكمون، هو تياخذ لك اخويا هذاك الشيء ديالك. اذا الله يرضي عليك، الا جاك شي حاجه جاتك شي حاجه في الرساله ديالك، ما تدخلش لهذا الرسائل وما تحط حتى شي ميساج. هذا انذار بالنسبه للناس اللي عندهم قنوات وخدامين على رزق وليداتهم، وتيجي مسخ ديال الخلاق ولا شي باكار كما باغي يكون، وتيبغي دير له لاشين ديالو. الله يرحم لكم الوالدين، الناس اللي خدامين معقول، ردوا البال. راه كاين اللي تيسحاب واعر بزاف، ولكن هو راه مخادع ماشي واعر. اذا انت لهنايا تتسرى الحق ديالي، وكنعطيكم انذار، ردوا البال. السلام عليكم.